مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بتبدأ بهاللحظات برفقتكم مشاهدينا، وجولة جديدة على آخر مستجدات طلاب الأكاديمية بالساعات الأخيرة وآخر مواقفهم ونشاطاتهم وتحركاتهم. المزح بين رافائيل وحنان صار عادة يومية، لكن المزح بيناتهم كمان بيتحول جد ومرات لسوء تفاهم مثل ما صار مؤخرا. هيام مالك يا هيام؟ لماذا أتي؟ طب انا شو بدك؟ تخبط بعض ونخبط بعض، يلا برا نخبط بعض. انا وقت ما عن جد انا مش منيحه، وانا بدي اياك تكون جنبي وانت مش جنبي. جنب انا جنب انا خاطرك مش جنبك. تليفونو رن. عن جد خلص بتلعني. لوك عادي عادي. لا انت روح روح خلص، روح اسمع موسيقى. لوك قاعدين حش تعملي لي برز بصل هلا. شو يعني برز بصل؟ يعني برز بصل. تفضلي. عن جد عصبتني. عن شو عصبتك؟ عم نمزح عم ضحكك. عن جد لا عن جد وحيد الله انا كثير معصبة، وانت على رواق وما في شيء وكثير منيح و شو؟ راحت هيدي. انا عن جد كثير معصبة. من شو؟ خلص طيب بطلع، لانه انت عن جد بحسك انه عن جد ابدا. تعا اسمعيني كلمتين، عم بقول لك تفش خليك فيا، تعرف تعرف كيف استوعب اذا بدي راضي. انا عن جد عم بحكي هلا عن جد، انت بتعرف عن جد انا كثير حبيبتي عن جد وحياه الله رح انفجر. بتجي بتزعلي مني يعني اذا بتنفجر؟ بتزعل. انا ما وقفت جنبك. كيف يعني؟ كيف ما وقفت جنبك يعني؟ المفروض تكون حدي هون هون يعني. وين حدك يعني؟ ايه قاعد حدك؟ لا مش حدي. يلا هلا انا قلت لك ما إلا عازة اصلا. الوقت الانسان وقت يكون جنبك اللي بيحبك. حنان ما حش ما ما تنرفزيني، ما تطلعيني من ثيابي وحياه امي، ما تطلعيني من ثيابي. عم بحكي ما تطلعيني من ثيابي. خليني احكي. ما تطلعيني من ثيابي حنان. فهد فهد حبيبي حبيبي ما خلص عن جد وحياه امي حقف على قلبي. خلص 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 عم تمزح، عم تمزح معك، عم تمزح معك. عم تضحكي كمان؟ عم تضحكي؟ خلص 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 حبيبي وحياه امي حيف على قلبي. خلص خيال خلص بقى خيال خلص. لا عم تعمل هيك طيب. انيس شو بسخته؟ انيس شو بسخته؟ خلص خلص رافائيل ما مش عشان عم نشوف شوي. خلص بليز ايدك شوي حنان. ديكو؟ ايدك شوي. بدي شوي. زيح شوي. بس زيح شوي انيس. سوري معك. زيح شوي. روق شوي. طويلة بالك شوي صغيرة. شو في؟ شو في؟ ولا كنا عم نمزح. عم تعملي ايه؟ ما هو إذا حكي معك كيف بتعتبر موسى جمعة بيقعد يراضيك وبيرت. رافائيل مش محتاج هالقد، ولا كنت عم بمزح، وأنت بتعرف إنه أنا عم بمزح. خلص ما تعمل قصة، ما تندمني إنه أنا عم مزحت معك، خلص ما ما تزعل. إنه أنيس اسأل أنيس، طب اسأل أنيس. لا بس ما في عالم ما بتم عم بتعرف انه عم تمزح، انت كل كلمه بتحكيها عم بمزح ولا عم بمزح؟ سأل انيس شو قلت له؟ انيس جيل وانيس قال لي ايه خلص بنضحك، خلص ما تزعل. ما بتعصب بحالك يعني ليه؟ انا عم بعصب بحالي. مياو مياو أهلا أهلا. زعلت؟ لا 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 فكرت مشكلة تانية. لا أفكر أنا أفكر إنه عم بتفكر بالإيفال؟ روق روق أنيس أنيس يا صوروا كلكم، لأنه هلا بدها تاكل قتلة مال حنان. كل عم كل كاميرا تضبرم لهون، كل كاميرا أنا عم حيوقع حجن، ما حيوقع حيصير جرحى قلبية ما قد ما عصبتني. بتقول لي انا عم فكر بالاهوال. اي اي عم يلحن. رافائيل رافائيل شو سؤالك بليز؟ عادية
شو سؤالي؟ اي ريم من الغنم والايفر والمشهد هلا بدك اياه يطلع معي؟ هلا بده يطلع معي خلني اياه المشهد. طب ليه عم تعصب؟ عن جد عم بحكي ليه؟ ليه عم بعصب؟ مهضومين زين زين انا هيك بعمل لما بكون انه متوتره بتفش خلق ما كلهم الدور عليك بكره اذا معصبه عمى ما في فش خلق بحنان غيره. اخر اخبار الطلاب وصور وفيديوهات حصريه بتتابعوها اذا دخلتوا على www.starakarabia.com. خلونا نتوقف مع اول بريك وبنرجع بعده لاخبارنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي. التفكير بالبرايم وبالمنافسة وبالمغامرة ككل بيرافق الطلاب بيوم وبأحلام كمان. فشو حلمة هايدي؟ منتابع سوا. أنا في مشكلة إيهاب، أنا نمت ساعة أو ساعة ونص. الله عليك. بس صحية في مشكلة تانية. إيه. صحية يعني لسه. فايقة. العكس أنا صحية مش صحية. يعني أنا وأنا نايمة ترجمت يعني في حاجات معينة قلت أصحى أعملها. صحيت بعملها بس أنا مش صحية. فاهم قصدي؟ طيب يعني انا نمت جات لي فكره الايفال وعملته والاغنيه وتخيلت الكليب شغال وقلت بقى ايه الوقت ناقص احضر اغنيه البرايم. لا انت اتجننت ادي الطبع اهو خدي معاك. والله انا صحيت لقيت دينا جايه بتكلمني انا ما شفتهاش بصيت لها وانت ماشيه. رحت لبست غيرت هدومي ونزلت بصيت لقيس وحنان لقيتهم بيتكلموا لقيت نسيم بيغني قمت مزعقه فيهم وانت ماشيه. وبعدين عملت دخلت بقى حفظت الاغنيه بتاعت عبد الحليم دلوقتي. هدي شراره موظني. وعماله بقى افكر في الحته اللي انا نشست فيها في الاخر متضايقه منها قوي يا جدع. صعبه. ازاي جبت عملتها كده ازاي؟ دي حتة حاجة مش طبيعية، أنا لو مكانها بطلعها من إيه؟ مش طبيعية. صعبة يعني. أنا صعبة. تاريخي يعني التابلو كان ماشي حلو قوي. والله العظيم شكلي أمور وممثلة وإحساس وبركز حلو وبطلع حلو. ده حاجة مش طبيعية يا جدع. صعبان. أنا سمعتها سمعتها ليه ليه هايدي؟ سمعتها في المسرح بس مش سمعتهاش بالحلاوة دي بالليونة دي. قالي قالي والله أنا نايمة عمالة أفكر فيها والله بس والله اتبسطت بيقول لي بتبكيهم في الريهرسل يعني ربنا يخليك هاي. قال لي كلام حلو بصراحة. النهاردة قال لي كلام حلو. بحبك عارفك إنك فنانة بس هو ما بيحبش شغلات بس عنده حق عنده حق هذا في عنده حق عنده حق لو ما كنتش يعني عادي ما كنتش انت تدلع انا هدلع لا لا بس الايفال خلص بتاعي خلاص عملت لي فيديو كليب ما بقول كمل فيو وحاسه اني خلصت ايه خلاص خلصت البنات يعني حاسه اني قاعده بتسلى دلوقتي. ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام وكمان سناب شات وبيريسكوب. الطلاب موعي الصبح مع انه استاذ الرياضه وصل على الاكاديميه فكيف رح يوعي مارسيلينو الطلاب؟ منتابع سوا. يلا معكم 30 ثانية بتكونوا تحت. وين البنات؟ في أوضتهم. وين أوضتهم؟
لا هاي وينك دينا؟ يلا بليز شباب وقف منيح فوق على ظهره هلا اوكي لحظه وقفوا شوي بليز عم نعمل هيدا الاكزرسيس لننتبه لنصير نركز وين عم ندعس وين عم نمشي شو ما نعمل ليصير عندنا كنترول على جسمنا يعني وقت اعمل هيك اوصل على هيدي ونط ادعس حدا هيدا اكزرسيس ما نفعني بشي سو وانس بصير هون ما بدي ما ضروري تكونوا مسرعين بس بدي تكونوا عم بتركزوا وين عم تدعسوا لو بدكم تعملوها هيك اوكي اوكي هيدا المطلوب منا بدك هونيك راكد سريع بين وحده والثانيه تك 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 كثير بسرعه وما تقفوا اثنين اثنين جروبين يلا اوف جروبين كل اثنين سوا سبق حنكون عم نمرق بيناتهم اوكي بس نوصل لهون اثنيناتنا مجبورين نمرق ورا هيدي هون نرجع هيك ريدي توب جايز بدكم بليز ضبوا كل شيء محله ايه تأخرت اليوم اصلا اكلت فوق لا ما بعرف شو بس لانه تأخرت اليوم بجد؟ لا لانه بس شباب اكلوا البنات ما اكلوا ماي باي تاني بريك بحلقة الليلة مشاهدينا ومنتابع من بعده حلقتنا عودة لمتابعة أخبار الطلاب مع الامتحان الأسبوعي يلي بيكتشفوا من خلاله الأساتذة مدى تقدم الطلاب. يالي 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 ليالي يالي ليعين عوام وسنين ارسلي برياح ارسلي برياح يا أنا رحتي وما سولتي وعلحلي بك ما سقسيتي فراقك ما كان لي هدية عم بيشتغل على الأداء أكتر يعني كان عم بيجرب يعطي النيوانس قد ما بيقدر وعم بيجرب يأدي الإحساس يلي عم بيحس فيه وعم بيغني وأنا شفته أنه من هالناحية محسن ولكن أنا بدي أنيس يشتغل بعد أكتر على البروجكشن تبع الصوت يعني لو عم بيغني بيانو لازم
التجويف تبع الصوت يكون أعرض. أنيس من ناحية من محسن من ناحية مش محسن. الإجابة رنة صوته فرقت كتير وإحساسه صار يوصلنا كتير حلو. هلأ لفظه أول جملة ما فهمت إذا كان عم بغني بعربي أو عم بغني إنجليزي، ما كان شيء واضح. عمري بيخلص هون وبتخلص لحكاية دني ما لا لون، وصلنا للنهاية يلأ وقف الكون وانكسرت المراية لملمنا هالجروح صعب تتنسى. مروان صوته كتير محسن وهو محسن لأنه بالبرايم كان رائع، وهلأ غنى حلو والغنية حلوة اللي منقيها. اختيار الأغنية حلو، غنيها بإحساس حلو. أنا ما عندي مشكلة أبداً إنه في اثنين عم يمثلوا مش هو، يعني هو عم يطلع عليهم. أنا بشوفها يمكن فكرة جديدة إنه هو يكون قاعد وعم يمسك لإيدها وهي عم تبكي وهو عم يبكي، ما عندي هالمشكلة، بس كان بدها شغل أكتر. مروان من الأصوات اللي كتير مميزة بالأكاديمي، والدليل انه عم بيحاول يشتغل هو انه كان فعلا بالبرايم مميز مرور، ما فينا نتغاضى عن الموضوع. بس هون انا كنت بشوف انه مروان بعد في كان يغني بشكل مريح اكثر لو ما لبك حاله هالقد بالحركه، يعني بالمشي كل الوقت يمكن لبكته زياده، بس هذا الشيء ما بيمنع انه كان يعني الجو العام تبع الاغنيه حلو. وبالك لو جيت في بالك وانا كنت شغلت بالك، وبالك لو جيت في بالك وانا كنت شغلت بالك، بس انت حبيبي مالك، بس انت حبيبي مالك، وانا عمري ما جيت في بالك. ما بسمح بقى تيجي تبرم ظهرنا وتقعد تغني له ظهرها مبروم وقت انا اليوم من بعد 10 اسابيع بالاكاديمي. اول شغله اول ملاحظه بقول لهم هي بالصف انه ما تبرموا ظهركم، يعني انه كل شيء اشتغلته ظهرها مبروم لنا. انا بفتكر انه اليوم المرحله اللي نحن فيها ما بقى لازم نقبل انه الاصوات الكبيره والحلوه واللي بتغني حلو مثل هايدي هي تسمح لحالها انه يتعب صوتها. يعني اليوم انا سامعه بصوت هايدي صوت هوا زايد على الصوت، سامعة شيء منه بيور منه نقي بالصوت بكذا مطرح، وسامعة انه البوزيسيون تبع الصوت وضعية الصوت بالافلات منه منيحة والافلات شوي تعبانين ومقطشين. شو واثق بحاله شو قلبه قوي، وقلبي من جماله دايب مستوي. اول شيء بهنيهم بهالمشهد كتير مهضومين ومتقدمين كتير، هذا أنا بفرحني. هلأ حنان كتير مغيرة، حنان صارت غير إنسان، صارت غير شيء كليا. حنان غنت كتير حلو، أحسن مرة بسمعها يمكن. أنا هيك ما بعرف، مش عم بحكي كأستاذة صوت، عم بحكي كمستمع. بتغيب أيام وليالي وانت ما تغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول. أنا بالنسبة لإلي نسيم تحدى حاله لأول مرة، وشفته بحالة عشق مع صبية، شفته رجل، شفته كبير، شفته ناضج، ومرق لي إحساس مش بصوته بس، مرق لي إحساس بحضوره مع هايدي. برافو، أنا حبيت اللي عمله. مع أنه يطور حاله أكتر بعد من ناحية اللفظ، من ناحية فتحة التم، بس يوصل كل شيء حلو عنده إياه يوصلنا بطريقة حلوة وواضحة. ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا أكتر من سفرة مدفوعة التكاليف لبيروت لمتابعة البرايم مباشرة وتكونوا حد الطلاب. ادخلوا على www.cbc-eg.com. آخر بريك بحلقة الليلة وبعده منعرف مين النومينيز لهالأسبوع.
الاسم الاخير من يوميات ستار اكاديمي مع النومينيشن. خلونا نشوف مين هن الاسمين يلي رح تعلنهم دره. يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولاد نطرين الهدايا ملابس لعب تميني وملفوف العلب بالزين وكتير الهدايا وبطارين الولاد بعيد الميلاد يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولاد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد ايه الليلة أكبر عيد ودرة جيبي العيدية مساء الخير يا حلوين أنا الليلة شجرة العيد درة حاملة مع الهدايا وجاي لعندكم كل هدية أسوأ قصدي أحلى من التانية ما أنا بحبكم أنتو حبيبات قلبي ما أنتو أصحابي بالعيد ولازم أهديكم فكرت 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 احترت قلت يا درة شو هالهدايا اللي بدك تجيبيون ما بدي يكون كليشي وجيب هدايا مثل كل الناس كان بدي هدايا مميزة لأجواء مميزة إلكم بالعيد أول هدية لمين يا درة الليلة حلوة الليلة عيد والكل جاي فرحان سعيد وانا لولا العيبة ودي تبقى غريبة انا كنت ارقص بالعصا رقصني يا مروان طب رقصني العصا لمين عصا هديتي الك يا مروان عصا حتى تخفف لي عصبية وتروق بقى بدنا نروق بدنا نروق سامي مش بس انت وحدك بدك تروق كمان رافائيل شو يا رافائيل عطول حكي حكي ولك شو بتضلك عامل ولك شو عامل انا لقيت الحل هديتي الك رح تخليك تبطل حكي شطة حرة فليفلي من كل الأنواع هديتي إلك بالعيد كل الأنواع إن شاء الله تحبها مين بده منكم هدية يا صغار ماما درة مع هدية للكل بس اثنين منكم رح يكونوا عندهم هديتين لأني رح أعزمهم يجوا يمضوا عطلة العيد عندي هابي هوليدايز حنان ما احرقك ما نسيتك أنا بالهدية قولك إلك هدية أو اثنين أول هدية إلك هالمرية جبتها مكسورة بركي بتبطلي تتمري وتركزي شوي على دروسك خليكي ناطرة يمكن بعد إلك هدية دينا يا دينا اشتقت لك أنا أنا كمان اشتقت لك ديتك مميزة تستاهلي لكن ما تخافي إذا الليلة عزمتك لعندي وكنتي نوميني أنا جبت لك معي حفلة رقص أرجوك يا درة بدلة رقص هيك إذا ما مشي حالك بالغنى جربي الرقص شو رأيك؟ أنا دايما بقولهم كده والله شك شيك شك شو مين بيحلم أكثر شيء بالأكاديمية؟ مين بده ينام ويحلم؟ إيهاب شوف طن درة شو جابت لك يلا هيك فيك تاكل وتنام قد ما بدك بس يمكن الليلة حلمك يكون كابوس إذا كنت نوميني يلا خلينا ننطر يا صغير نزيل اتفضل شو بتتوقع عهديتك ليه بعيدة هالقد؟ برا يلا يا درة اسحبي يا
ما في شيء صعب على درة. شو بتتوقع شي طبق بيتزا يعني شي برجر او فروج دجاج؟ ليك شو جايبت لك يا حبيبي انت؟ هيدا اكل بلاستيك ولا سعره حراريه، لا بنصح ولا شيء، ماكول الهنا نسيم. اوه هايدي، قبل ما اعطيك هديتك بس بدي اعرف منو هيدا يلي كان بدك تنتحري كرماله بالبرايس؟ منو هيدا؟ ما فيش حد. منو هيدا؟ مفيش حد صاملك. وحياة ماما مش حد. بعدين ليش حزينة يا بنتي؟ شو صاير معك؟ فضبطيني. أنا ضرة. تيجي نروح أنا وأنت النادي نفضفض. لا شكرا. شوفي شو جبت لي. إذا بدك تنطري فارس الأحلام رح تصيري هيك أنت وناطرة. ما بيستاهلي إني بدك تبكي عليه. محمد عباس كيف كانت السفرة؟ وين عجبته؟ وين هون؟ إيه أنا رح سفرك من جديد، لكن هالمرة عبر درة إيرلاينز وين واي تيكت لمصر. روحة بلا رجعة، شو رأيك؟ يلا حضر حالك الليلة. مين بعد؟ أنيس. مين بعد؟ مين مين مين؟ مين بعد ما طلع له هدية من درة؟ أنيس. اجت عند العيمة. أنيس اسمعني منيح وركز. لغتك بالعربية لازم لها تحسين كرمال هيك. هديتك تربوية، قاموس تعليم اللغة العربية، قاموس درة اللي فيه كل التعابير من فقهاء اللغة العربية من دار درة للنشر. إيه والله لانشرك طلع ملائم. هاي بتعرف معناتها بالصفحة 576؟ كلكن أخدتوا هدايا. هلأ ركزوا معي منيح، بعد فيه هديتين لاثنين منكن. أنا كريمة وإنتوا بتستاهلوا. مين قولكن؟ يلا جاهزين؟ جاهزين. أول نوميني عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب ودر الليلة بالدار ويدوروا ولاد صغار. وأول نوميني من إلكن عيد سعيد رافائيل. ولا لا 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 عم يتلاقوا الاصحاب وهدية خلف الباب ودرة صارت العيد والعيد اسوارة بايد والايد تعلق على الشجرة وميني واحد جديد. تاني نوميني بنقول له عيد سعيد. انيس. كم بيبي كم بيبي كم. لو شو ما عملتوا بعد فرقونا. يلا يا حلوين، هيدي كانت عيدية الدرة. بتعرفوا هودي الهدايا من قيمتكم مش من قيمتي. الأسبوع الجاي رح نودع السنة ونودع واحد منكم كمان. رجعت لكم ميري كريسمس. منشوف سوا نحن وياكم مشاهدينا الأساتذة مين سموا من بين الطلاب ليكونوا نومينيز لهالأسبوع. بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال، النوميني لإلي هالأسبوع هن أنيس دينا. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هن أنيس رافائيل. النوميني بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع دينا وأنيس. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هن أنيس ورافائيل.
نوميني بالنسبة لألي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن أنيس ورافائيل. حظ موفق للطلاب. رجوعن على الأكاديمية بيتوقف عليكن أنتو مشاهدينا. صوتوا للطالب يلي برأيكن بيستاهل يرجع على الأكاديمية. حلقتنا لليل انتهت. أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. شفت في مكاني ونسيت معاي عمري وزماني والوقت فات وياك سواني قربني ليك قربني ليك سيبني أعيش إحساسي بيك وأنا بين إيديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك سواني قربني ليك سيبني أعيش إحساسي بيك بتحدى العالم كله